بسم الله بسم الله الحمد لله ولا إله إلا هو. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا، يا أمر الله أتاهم من حيث لا يحتسبوا، ما ضيقين أفق كيف، وذلك على محمد عليهم حمقى مستبكي بامتياز، لأنهم لا عقل لهم. عاد هنا قال ربي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، حين أتاهم الله ماذا سيحدث؟ نرى ذلك في الشريط الآتي إن شاء الله.